عندما تتفكر وتقرأ في كتاب الله عز وجل ورضوان من الله أكبر، عندما تقرأ قوله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، وتتأمل كيف أنه في لحظة مخاطبته للمسرفين على أنفسهم لم يتبرأ منهم، نسبهم إليه، قال يا عبادي. ما هذا الكرم؟ كيف يعاملنا هذا الرب؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم انتبهوا سيأتيكم العذاب، لا تقنطوا من رحمة الله، عندكم إن الله يغفر الذنوب جميعا. عندما تمر على حديث من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يخبرك فيه أن ربك جل جلاله ينادي في كل ليلة من آخر الليل، هل من مستغفر؟ هل من تائب؟ هل من ذي حاجة؟ عندما تعلم أن الله يبسط يده في الليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده في النهار ليتوب مسيء الليل، عندما تتفكر فقط في أحوالك مع الله، كم مرة أذنبت لو فضحني أمام الناس لن يسلم علي أحد، كم مرة سترني، كم مرة أنقذني في هذه المواقف، هذه معاني تبعث في قلبك، تحرك في قلبك معنى الشوق إلى هذا الرب الكريم الذي يعامل بهذا الإحسان. عندما تقرأ أنه في الكتب القديمة جاء أن البحر يستأذن الله عز وجل في كل يوم صبيحة كل يوم أن يغرق الناس العصاة، والسماء تستأذن الحق عز وجل أن تطبق عليهم، والأرض تستأذن الله عز وجل أن تنشق فتبتلعهم، فيقول الله عز وجل للسماء وللأرض وللبحار وللمحيطات إنكم لم تخلقوهم ولو خلقتموهم لما قلتم هذا. تعرف نظرة الأم إلى الإبن عندما يخطئ أو يسيء ويأتي الناس يعاتبونها، ابنك عمل كذا، لماذا لا تعملي معه كذا، ابنك قد تغضب عليه، قد تتضايق، لكن لو رأت العالم كله قد أصبح يذم ابنها يتحرك معنى الحب في قلبها، تقول دعوني وابني، أنا أتصرف مع ابني. ولله المثل الأعلى، لما جاء أحد الصحابة رضي الله عنهم ونظر مع بقية الصحابة في المعسكر، نظروا إلى امرأة فقدت طفلها في المعسكر وأخذت تبحث عنه، أم فقدت الطفل، ورأوا الطفل وهو يقبل، بعد مدة أيام الأم تبحث عن الطفل والطفل يبحث عن الأم، فجاء الطفل الصغير يكاد يتعثر في مشيته، لما نظر إلى أمه ركض إليها، ولما نظرت الأم إليه ركضت إليه، فلما التقيا وتعانقا والأم تبكي والطفل يبكي لم يبقى أحد من ساداتنا الصحابة إلا وبكى. فلما بكى الصحابة رضي الله تعالى عنهم نظر النبي إليهم وقال ما الذي أبكاكم؟ قالوا حنانة هذه الأم على ولدها. قال أترونها ملقية ولدها في النار؟ قال لا يا رسول الله. قال الله أرحم بكم من هذه بولدها. عندما نستشعر هذه البداءة، هذا الاستباق من الله بهذه المعاملة الراقية، ألا نحب هذا الرب؟ ألا نشتاق إليه؟